السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد القيم خوجم شركة بروج العقارية لمحبي البحر والاطلالات الساحرة والشواطئ الجميلة عندنا اليوم عرضنا مميز جدا في شاطئ أكشبات مرسين شقة اطلالتها الرائعة تخليها من أفضل الشقق اللي موجودة في عروضاتنا لشركة بروج العقارية الشقة هذه زي ما قلت لكم في منطقة مرسين أكشبات ميزتها الرئيسية والحلوة أنها صفر على البحر أنا حاليا متواجد في السقالة التابعة للبناية أو للمنطقة هذه السقالة جميلة ورائعة وطلالة الشقة والحديقة التابعة لها اطلالة رائعة جدا على البحر الخدمات اللي موجودة في المجمع ما فيها خدمات كثيرة فيها جلسات عائلية حديقة خاصة كاميرات مراقبة وبارقام سريه الفتح البنايه وايضا انه قريب من الموقع موجود المواصلات وان على الشارع الرئيسي مدخل البنايه المطاعم المعروفه السياحيه زي مطعم نهاد اسطى ومطعم سراي المعروف في منطقه اكشبات وشاطئ قصدي وميدان اكشبات قريب من هذا الموقع تعالوا نعطيكم تفاصيل اكثر عن موقع البنايه وحديقتها وسقالتها وايضا اطلاله الشقه ومساحتها على ارض الواقع تفضلوا معنا متواجد الان امام البنايه الشقه اللي بنصورها في البنايه هذه اللي خلفي في الدور الخامس شقه اطلالتها رائعه جدا تعالوا مع بعض نشوف مدخل البنايه ومن ثم نشوف الحديقه التابعه لها والسقاله تفضلوا معنا وصلت امام مدخل البنايه زي ما شايفين المدخل من هنا يفتح المدخل عن طريق ارقام سريه وكاميرات مراقبه يعني موجود الامان ونظام السكيورتي في الكاميرات اللي موجوده بارقام سريه نتوجه الى الحديقه التابعه للبنايه لل حديقه خاصه لاصحاب البنايه البنايه كلها جايه سته طوابق يعني اصحاب الستة طوابق يستمتعوا بهذه الحديقة، حديقة حلوة متواضعة لها مدخل من الجهة الجانبية ومن الجهة هذه، من طرفين البناية موجود مدخل حديقة حلوة موجود فيه اشجار ونجيله شيء رائع وما ننسى ايضا موجود الجلسة هذه جلسة عائلية نقدر افراد الاسرة نجيب قهوتنا وتمرنا ونستمتع بهذه الاطلاله الجميله الرائعه من الكاميليا هذه تعالوا مع بعض نشوف السقاله اللي تحت تفضلوا معنا الدرج المؤدي هذه الى السقاله ننزل من الطرف هذا وعندنا ايضا هنا جلسه عائليه اضافيه نقدر نستخدم الجلستين يعني لنا حريه الاختيار ننزل مع بعض نشوف السقاله لو تلاحظوا هذه السقاله اطلالتها على البحر وعندنا منطقه خاصه للسباحه نقدر نستمتع بالسباحه من هذه المنطقه تعالوا نكمل مع بعض اطلاله الشقه نشوفها على ارض الواقع مساحتها واطلالتها المميزه، تفضلوا معنا. وصلنا الدورة الخامس، شقه ثلاث غرف صاله مساحتها 135 متر مربع. مدخل الشقه من هنا. يسارنا توزيع الغرف مع الكوريدور يميننا عندنا المطبخ مفتوح على جهة الصالة من نظام أمريكي زي ما قلت لكم تحت ميزة الشقة هذه إطلالتها الساحرة صفر على البحر أشرح لكم الصالة ونطلع نستمتع بالإطلالة الجميلة زي ما تشايفين الشقة هذه معروضة بالأساس المطبخ نظام أمريكي لو تلاحظوا هنا قطعة الرخامة جاي على شكل بوفيه الاجهزه الكهربائيه لو تلاحظوا حتى غساله الصحون سيمنز الشفاط والفرن ماركه سيمنز الفرن ماركه سيمنز ماركه سيمنز معروفه انها ماركه المانيه درجه اولى الثلاجة ارشلك ماركه تركيه لو تلاحظوا نظام المطبخ نظام جيد بمكابح الادراج والالوان زاهية ومتناسقة نتوجه للصالة منطقة الصالة اقدر اقول 30 متر مربع مفتوح زي ما قلت لكم على المطبخ حاطين فيه كنبة على شكل ال اطلالة الصالة جاية اطلالة على شكل ال اطلالة امامي على البحر ومن الجنب على المجمع بس الحاجه الحلوه والمميزه اطلالتها من الامام على البحر حاطين طقم السفره هذه لو تلاحظوا طقم السفره جاي نظام خيزران مقلد على شكل بلاستيك نقدر نستخدمه في الصاله كطاوله سفره ونقدر نستخدمه في البلكونه كجلسه ونستمتع الاطلالة الجميله عندنا تلفزيون هنا طاولة تلفزيون يعني الشقة هذه بالأساس واجهة الصالة المطلة على البحر واجهة زجاجية نطلع مع بعض نشوف البلكونة وإطلالتها الساحرة مساحة البلكونة جاية مترين على ثلاثة ونص الجهة الجانبية مغطى بزجاج نقدر نحط هنا لو تلاحظوا ستاير نغطي المنطقة هذه على أساس تكون مغلقة ما تكون كشف على الجهة هذه والإطلالة الخيالية هذه إطلالة البحر الساحرة إطلالة الصفر على البحر استمتعوا بهذه الإطلالة الجميلة حاجة حلوة موجودة أيضاً في البلكونة عندنا مكان للشوي مكان مميز شوي مكان نقدر نحط فيه هنا الحطب ومكان للشوي وعندنا السخان تبع الماء الحار وعندنا برضو حاطين مكان للتلفزيون تمديدات مجهزينها إذا نبغى نحط تلفزيون صغير نستمتع بالجلسة الحلوة والأطالة الجميلة. شيء اضافي موجود. خلينا نكمل تفاصيل باقي الشقه. شقه حلوه صغيره اطلالتها على البحر شيء مميز في هذه الشقه. ارضيات المطبخ سيراميك زي ما انتم مع الكوريدور. هنا كان مدخل الشقه. حاطين هنا دولاب خاص بالاحذية والعبايات بالاضافة الى انها منطقة خاصة بالغسيل كمان يعني حاطين مكان غسالة الملابس ايضا في هذا المكان فوق ارفف خاصة بالملابس وعندنا دواليب ايضا يعني دولاب مخصص للغسيل والاحذية والعبايات مقابلها عندنا الغرفة الاولى لو تلاحظوا الغرفة هذه حاطينها هم غرفة أولاد يعني غرفة طفل مع التسريحة والسرير حاطين هنا قطعة كنبة صغيرة الستاير جاية بطريقة حلوة عجبتني إن في كل قطعة الستار راكبة بجزء مخصص نقدر نغير الأثاث زي ما نبغى نحط أثاث بالشيء اللي نرغبه بجوارها هنا عندنا غرفة النوم الرئيسية غرفة النوم الرئيسية مساحتها جيدة ثلاثة ونص في أربعة ونص مساحة ممتازة لغرفة النوم مكان للسرير جاهز مع كوميدينتين وعندنا التسريحة وما ننسى أيضا أنه كل الغرف موجود فيها التدفئة المركزية لو تلاحظوا الستائر كلها بنفس النظام اللي قلت لكم انه في كل قطعة حاطين ستارة لحالها شيء جيد برضه فكرة جميلة اطلالة الغرفة هذه اطلالتها على الجهة الخلفية جاية جهة الشارع الرئيسي لمدخل المجمع الشقة هذه او البناية جاية في منطقة اكتشبات المنطقة الصغيرة هذه منطقة الدريسنج روم لو تلاحظوا حاطين فيه دولاب صغير ممتاز للملابس يعني غرفة خاصة لتغيير الملابس ويتسكر الغرفة هذه فيصير عندنا منطقة واسعة لغرفة النوم بجوار غرفة النوم عندنا الغرفة الثالثة قبل الغرفة الثالثة عندنا الدورة المياه الرئيسية مقابل غرفة النوم عندنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة مروش مع كلوزيت ومغسلة شقة حلوة نظيفة مضبضبة مهي واسعة وكبيرة ولا هي صغيرة متوسطة الحجم أخيرا هنا عندنا الغرفة الثالثة الغرفة الثالثة هم حاطينها هنا ديكوراتها مبينة انها غرفة خاصة للبنات من الستائر مبينة وعندنا سرير فردي وتسريحة ودولابها يعني برضو زي ما قلت لكم نقدر نستغلها بالشي اللي نبغاه حاجة مميزة في هذه الشقة اطلالتها واثاثها ومساحتها جيدة اعطيناكم كذا تفاصيل عن شقة ثلاث غرف صالة في منطقة اكشبات صفر على البحر مساحتها 135 متر مربع في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات أسفل الفيديو تفاصيل العرض وأسعارها موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا برج العقارية في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته